النادي الاهلي عمل ايه؟ النادي الاهلي بعت 13 جواب للاستاذ مكرم محمد احمد. تخيلوا حضراتكم 13 خطاب واربع خطابات للاستاذ الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس الشعب. تخيلوا حضراتكم النادي الاهلي بيسلك كل الطرق القانونيه. كل الطرق القانونيه. ليه ما حدش بيرد علينا؟ ليه ما حدش بيقول لنا يا جماعه هيحصل كذا 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 الفتره اللي جايه؟ ليه حضراتكم ساكتين على الكلام ده؟ واوعوا تفتكروا او اوعى حد يفتكر ان النادي الاهلي ضعيف زي ما بيتقال، او قله طبعا اللي بتقولوا حضراتكم عارفين هم مين، ولا النادي الاهلي اصله مكسور العين. احنا عمرنا ما كنا مكسورين العين ولا عمرنا كنا ضعاف، لان النادي الاهلي عظيم وكبير وهيفضل دايما كده. فبعد اذن حضراتكم الناس اللي بتتكلم في هذا الامر، الاستاذ خالد وبقيه والقله من الاعلاميين وبعض الاقلام على السوشيال ميديا او بعض البوستات على السوشيال ميديا، فكروا الاول قبل ما تتكلموا. وانا الحقيقه انا مستغرب جدا من الموقف، موقف غريب وعليه علامات استفهام كبيره جدا جدا، علامات استفهام تخليني افكر في امور اخرى الحقيقه مش هقدر اتكلم فيها دلوقتي. لان الناس كانت بتتكلم وبتشتم في النادي الاهلي وبتسب اعراض النادي الاهلي ومجلس ادارته وجمهور النادي الاهلي، وحضراتكم كنتوا فين؟ عمري ما شفت بوست لحد فيكم بيتكلم كلمه كده ولا كده، ولا بيقول اوقفوا اللي بيحصل ده او وقفوا اللي بيحصل ده. حضراتكم عايزيننا ساكتين؟ عمرنا ما هنسكت. ولكن عندما يرد النادي الاهلي يرد بمنتهى الاحترام وبمنتهى الادب وبمبادئ النادي الاهلي وباسلوب النادي الاهلي وفي الوقت اللي النادي الاهلي عايزه. عارفين ليه؟ لان احنا النادي الاهلي.